这是纳杰夫移交的第一所学校。طبعا هاي المدرسة من خلال عمل شركة بورتانا بالتعاون مع الأمانة العامة لرئاسة الوزراء بالتعاون مع دارة مهندس مقيم محترم وزارة عمارة وإسكان. فضل التعاون العمل المشترك قدرنا نحقق هذا الإنجاز الاستثنائي. حاليا خطتنا للعمل بمحافظة النجف أنه نحاول قدر الإمكان نسلم 5 مدارس بالشهر خلال الشهر الواحد، ومن خلال عملنا ومكافحتنا خلال الفترة السابقة قدرنا نحقق كثير من الإنجازات، ونطمح نخلص المشروع بأقرب وقت ممكن. For this project, there are 53 schools. عدد المدارس هو 53 مدرسة. لحد الآن أنجزنا 15 مدرسة إحنا كشركة باور تشاينا. طبعا هذا الإنجاز 15 مدرسة وإحنا فخورين بهذا الإنجاز ونتمنى ننجز بقية المدارس بأقرب وقت. لنا الفخر أن نعمل في هذا المشروع اللي هو مشروع مدارس، وراح نبذل أقصى جهد حتى نكمل المشروع بأقصر وقت ممكن حتى يقدرون أطفالنا يستفادون من هذا المشروع.